بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس SPSS، درسنا رقم 131 مع الرتب المئينية، كيفية حساب الرتب المئينية البرسنتايل أو المئنيات، وما الفرق بينها وبين الدرجة المعيارية والدرجة التائية. البرسنتايل الحقيقة لها أكثر من تعريف في المراجع الإحصائية وفي الكتب، لابد من الإشارة إلى أي تعريف تم استخدامه أثناء التحليل، وإلا لن يتمكن القارئ من معرفة القاعدة الرياضية التي تم استخدامها، لأنه البرسنتايل الحقيقة المئنيات لها أكثر من تعريف. يعني أنا حاطة لكم ديفينيشن 1 ديفينيشن 2، في كمان ديفينيشن 3، في أكثر من تعريف، وفي حالة تانية لما تكون من الجدول التوزيع التكراري. فما لا يوجد اتفاق على تعريف المئنيات أو الرتب المئنية، لذلك عند كتابة الباحث انه تم استخدام الرتب او تم استخراج الرتب المئنية للدرجات الخام، لابد من ان يكتب بين قوسين اي طريقة استخدم او اي تعريف استخدم، التعريف الاول ولا التعريف التاني. فطبعا بحسب التعريف بيطلع الناتج. خلينا نقرا اول تعريف. هو بيقول انه الـ nth percentile is the lowest score that is greater than a certain percentage n of the scores. التعريف التاني نفسه بالظبط، بس greater than or equal، يعني أكبر من أو يساوي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الرتب المئنية هو باختصار عبارة عن مجموع التكرارات. هنا شوف كده في المثال بتاعنا، هو عبارة عن النسبة المئوية لعدد الطلاب اللي درجاتهم تساوي أو أقل من درجة معينة اللي بنبحث فيها. يعني مثلا المثال البسيط اللي انا حطه لكم دوت، 20 درجة، عندي 20 طالب، دي درجاتهم، 1 2 مرتبها لكم. يعني هناخد مثال تاني بأرقام مختلفة لكن عشان اقرب لكم الفكرة. انا عندي 20 درجة من 1 إلى 20، اقل طالب جايب 1 من 20 واكبر طالب جايب 20 من 20. طبعا الرتب هتكون من 1 إلى 20 زي ما احنا كده شايفين، ده ترتيبه. طبعا احنا بنرتب ايه؟ تصاعدي، يعني من الأقل إلى الأكبر. بعدين دي الدرجة المعيارية، هنشوف الدرجة المعيارية بنجيبها إزاي. طبعا عملت لكم درس قبل كده على زي تيست، والدرجة التائية تي سكور، وهنشوف المئنية دي إزاي تم حسابها وبأي تعريف، بالتعريف الأول ولا التعريف الثاني. هنا استخدمنا التعريف الثاني اللي هو إنه greater than or equal. طيب خلونا نشوف كده الكلام ده إزاي. يعني إيه؟ يعني مثلا الطالب اللي جاب 20، أنا عندي هنا طالب واحد جاب 20، فلما أقول كم نسبة الطلاب اللي حصلوا على 20 درجة وأقل، هلاقي كم عددهم؟ كم عدد الطلاب اللي جابوا 20؟ عددهم كلهم العشرين طالب. العشرين طالب حصلوا على 20 درجة فأقل، يعني 20 أو 19 أو 18، بالتالي يبقى المئني لهم كام؟ 100%. الرتب المئنية هو 100%. إنه 100% من الطلاب درجاتهم تساوي 20 أو أقل. هنا 95% من الطلاب درجاتهم تساوي 19 أو أقل، اللي هم مين؟ اللي هم دول عددهم كام؟ عددهم كام؟ عددهم 19 طالب. أنت باختصار ببساطة جدا لو قسمت 19 تقسيم 20، يعني عددهم على يطلع كام؟ 95%. فهنا 95% من الطلاب درجاتهم أقل من أو تساوي 19. لكن أنا لو أنا عايزة أستخدم التعريف التاني وأقول كم بالمية من الطلاب درجاتهم أقل من 19 وماخدش 19، هيبقوا كام؟ هيبقوا دول فقط، هيبقوا 90%. ليه؟ هيكونوا 18، 18 تقسيم 20 طالب فيها 90%. شفتم كيف اختلفت الناتج باختلاف التعريف؟ إذا قلت كم بالمية من الطلاب درجاتهم أقل من 19 يبقى 90%، إذا قلت كم بالمية من الطلاب درجاتهم أقل من أو تساوي 19 يبقى 95%. تمام؟ طيب الـ SPSS بيحسب لي إيه؟ بيحسب لي بتاعة اليساوي، التعريف المستخدم بيساوي، وهوريكم بنستخدمه إزاي، بس أنا حابة أفهمكم الأول على المثال البسيط ده اللي بالأرقام العادية، عشان بعد كده لما ناخد أرقام تانية مختلفة وكبيرة نبقى فاهمين الكلام. الرتب طبعا مفيش فيها اي مشكله. الدرجه المعياريه اللي هي طبعا الزي
سكور احنا درسناها قبل كده في درس منفصل. ادي الدرجة المعيارية. الدرجة المعيارية هي عبارة عن تحويل الدرجة الخام الى درجة تتوزع توزيعا طبيعيا معياريا بوسط حسابي قيمته صفر وانحراف معياري قيمته الواحد الصحيح. والقاعدة بتاعتها زي تساوي اكس ناقص نيو على سيجما. اكس اللي هي الدرجة الخام، نيو متوسط الدرجات، وسيجما اللي هو الانحراف المعياري. الدرجة التائية نفسها بس هاخد الزي دي اضربها في 10 واجمعها على 50. طب ليه؟ عشان اتخلص من القيم السالبة، لانه الزي سكور بيطلع فيها قيم سالبة، فانا لا استطيع التعامل مع القيم السالبة خصوصا في المقارنة، تعمل لي طبعا لبس كبير. فبيتم تحويل الزي سكور الى التي سكور عشان اتخلص من السوالب. يبقى التي سكور عبارة عن الزي مضروبة في 10 مجموعة على 50. وطبعا دي الرسمة اللي بتوضح الفرق بين التلاتة، بين البرسنتايل اللي هي المئنيات او الرتب المئنية، وبين الزي سكور اللي هي الدرجات المعيارية، وبين التي سكور اللي هي الدرجات التائية زي ما انتم شايفين كده. طيب ده الكلام النظري وقواعد بسيطة وسهلة. عايزين نشوف الكلام ده ازاي بيتعمل بالاس بي اس اس. ازاي اعمل اجيب الزي، اجيب التي، اجيب البرسنتايل. وزي ما قلت لكم لازم لما اجيب البرسنتايل اشير الى اي تعريف استخدمته. يعني الكلام ده يا جماعه في امهات الكتب. خلونا نستعرض مع بعض الكلام ده. شوفوا معايا هنا في الويكيبيديا كاتب ايه في الديفينيشن، في الديفينيشن بتاع البرسنتايل اهو. شوفوا البرسنتايل مكتوب الديفينيشن بتاعها ايه. مكتوب ايه؟ There is no standard definition of percentile. لا يوجد تعريف معياري او تعريف موحد او تعريف ثابت للمئنيات. وادي المراجع بتاعتنا، مرجع ومرجع تاني ومرجع تالت، لانه زي ما قلت لكم المئنيات لها اكثر من تعريف واكثر من معادله لايجادها. فانا لازم لما اجي اطلع استخدم اقول انا استخدمت دي الطريقه دي ولا استخدمت طريقه تانيه. اوكي طيب نشوف مرجع تاني. ده اهو موقع برضو احصائي شهير انا دايما اشير اليه، statistics how to. تعالوا نشوف هنا كاتب في التعريف ايه. percentile rank حطيت لي definition 1 ومعرفه، حاطط definition 2 ومعرفه، وحاطط كمان تحت انه 1 و 2 بيطلعوا قيم مختلفه، فبالتالي عندنا طريقه وسط definition 3 اللي هي weighted mean of percentile from the two definition. متخيلين؟ يعني في تعريف ثالث اللي هو المتوسط الموزون للتعريف الاول والتعريف الثاني. ادي موقع ثالث، ادي البرسنتايل، two simple definitions of percentile، ادي definition 1 ادي definition 2. يعني انا وريتكم بالمراجع كيف انه التعريف بتاع البرسنتايل او المئنيات مختلف عليه، وانه لازم انا اشير الى هذا الاختلاف، ولما اطبق لازم انا اوضح للقارئ انا طبقت اي قانون. طبقت القانون الاول بتاع الجريتر زان، ولا طبقت القانون الثاني او التعريف الثاني بتاع جريتر زان اور ايكوال، عشان النتيجه هتختلف تماما لو خدت الدرجه، رتبه الدرجه معايا، ولو خدت الدرجات التي تسبقها. فرق كبير زي ما هنشوف دلوقتي. طيب هنا في الاس بي اس اس هو بيطلع فيه امر بيطلع لي البرسنتايل، بس انا عايزه اعرف البرسنتايل اللي بيطلع من الاس بي اس اس انهي فيهم. هل بيستخدم التعريف الاول اللي هو بتاع الطلاب اللي حاصلين على درجات اقل من، ولا بيستخدم التعريف الثاني اللي هو الطلاب اللي ده حصلوا على الدرجه المساويه والاقل منها. طيب خلونا نشوف الاول احنا عملنا الكلام ده ازاي. من هنا انا عندي اهو الدرجات. اوكي هنجرب على المثال البسيط ده اللي هو جدا سيمبل، ارقام جدا مرتبه عشان بس ما تتلخبطوش وتفهموا، وبعدين هنجرب على ارقام طبعا كبيره. من هنا من ترانسفورم رانك كيسز. رانك كيسز طبعا الكلام ده انا اللي جبته بعد كده، لكن انا هوريكم انه في البدايه كان بس عندي الدرجات. هنحط الدرجات وهنقول في الرانك تايبس نختار احنا عايزين الرانك اللي هو الترتيب العادي، لو عايزين الفراكشنال رانك از بيرسنتايل اللي هي البرسنتايل. هنشوف دلوقتي الحاجات دي بقى اللي هو النورمال سكور احنا اصلا هنجيبه بطريقه تانية، لانه هنا لما بنجيبه باستخدام المعادلات دي بيطلع مختلف عن اللي هو اكس ناقص نيو على سيجما. هوريكم دلوقتي. فممكن نطلع النورمال من هنا، ممكن تطلع نسبه الاستيميت من هنا، ممكن، لكن انا مش هطلع الحاجات دي دلوقتي. انا بس هطلع لكم الرانك وال
البرسنتايل. طيب قبل ما نطلع على رينك البرسنتايل، عايزين نشوف هو بيستخدم انهي قانون. انا علمتكم زمان ان انا قبل ما ادوس اوكي ادوس ايه، ادوس هيلب. فلما ادوس هيلب، وطبعا انت بتكون متصل بالانترنت، بيطلع لك الصفحه بتاعه الشرح والمعادلات اللي تم استخدامها في هذه العمليات الاحصائيه. هنا مكتوب ايه؟ مكتوب fractional rank، هي ده طبعا اللي هو تم استخدامه في الاس بي سي اس. مكتوب ايه؟ the value of the new variable معلش الانترنت بطيء شويه، هي اصلا صفحه مفتوحه عندي قبل كده. اوكي each rank اهو ده الفراكشنال رانك. each rank is divided by the number of cases with valid value and multiplied by 100. تاني التعريف ده اللي هو مستخدمه في الاس بي اس اس، بيقول ان الفراكشنال رانك as percent اللي انا مطلعه لك as percent عباره عن ايه؟ عباره عن كل رانك، كل رتبه مضروبه مقسومه على عدد الكيسز كلها مضروبه في 100، اللي هو تعريف ايه؟ اللي هو التعريف ده اهو، ادي البرسنتايل عباره عن each rank multiplied by 100 divided على النمبر. يبقى مستخدم انهي تعريف؟ مستخدم التعريف بتاع اللي هو greater than or equal. طيب خلونا نشوف هنا برضو نفس الكلام، لو انا عايز اجيب النورمال سكور او الحاجات دي، بيوضح لي ان قاعدة بلوم غير قاعدة توكي غير قاعدة رانك كيت، كل قاعدة بتبقى مستخدمة معادلة معينة. فبرضو لو انا طلعت عن طريق بلوم اشير الى المعادلة، طلعت عن طريق توكي اشير الى المعادلة، وهكذا. طبعا احنا مش هنجرب الحاجات دي دلوقتي، احنا هنجرب بس زي ما قلت لكم، يعني مش هنطلع النورمال سكور ولا النسبة الاستيميتس، لا هنطلع بس الفراكشنال رانك اللي شفنا هو بيستخدم فيها انهي تعريف، بيستخدم التعريف اللي هو greater than or equal، وهنطلع الرانك بس ونقول طبعا من الصغير للكبير الترتيب بتاعنا ونقول اوكي. بيبدأ يقول لي انه تم انشاء متغيرات جديدة في ملف الـ SPS بتاعي، المتغيرات اتنين، واحد اسمه rank والتاني سميناه fractional rank percent. طيب نشوفهم هنا في ملف البيانات، ادي المتغيرين الجداد اللي طلعوا اللي هما الرانك والبرسنتايل، نفسهم دول نفس الرتب والبرسنتايل، بس انا طبعا عشان سميتهم بالعربي وشلت الارقام اللي هي من هنا، يعني رحت شلت طبعا الارقام في الديسمال وخليتها زيرو وسميتهم بالعربي رانك وبرسنتايل. يعني هنا ممكن نخليها بس رانك وهنا نخليها برسنتايل وخلاص، فتقدر طبعا تغير زي ما انت عايز. فهنا ان هم دول نفسهم ايه؟ نفسهم ده وده، شفتوا ازاي؟ فهنا الاس بي اس اس طلع لي على طول برسنتايل يعني بمجرد ضغطة زر. فلكن انا لازم وانا بفسر اكون فاهمه انه يعني ايه 100%. دي 100% دي هم يعني الدرجه الرتبه المئانيه التي تناظر الدرجه 20. معناها ايه؟ تفسيرها ايه؟ معناها انه 100% من الطلاب درجاتهم اقل من او تساوي 20. طيب ال 95 معناها انه 95% من الطلاب درجاتهم اقل من او تساوي 19. زي ما قلت لكم مهم جدا تذكروا انها او تساوي، لان لو هتبقى مش او تساوي مش هتبقى 95، هتبقى اللي تحتها 90 وهكذا. اوكي بعد ما حسبنا الرانك والبرسنتايل اللي هم نفسهم انا حسبتهم قبل كده، تعالوا نشوف برضو الزي والتي بنعملها ازاي. خدناها في دروس قبل كده، بعرف الزي وبكون طلعت طبعا متوسط، انا عرفت ان المتوسط 10.50 والانحراف 5.916، بطبق المعادله اللي هي اكس ناقص نيو على سيجما واقول اوكي. هيقوم بانشاء متغير جديد اهو زي ما انتم شايفين سماه زي، ولما نشوف هنا هنلاقيه نفسه هذا اللي احنا اللي انا كنت حاطاه لكم هنا. ادي الدرجه المعياريه اللي هو درجه محوله من الدرجه الخام لكن متوسطها الحسابي صفر وانحرافها المعياري واحد، ولذلك فيها قيم سالبه، عشان كده يصعب عليا مقارنتها بدرجات تانية، عشان كده نقوم نحولها للايه؟ نحولها للدرجه التائيه التي سكور، والتي سكور جدا سهله، هي نفس الزي
اخدها اضربها في 10 واجمع عليها 50، يعني بنفس الطريقه من هنا من ترانسفورم اعمل متغير جديد اسميه تي، اقول انها نفس الزي اللي انت طلعتها دي اهو، اضربها في 10 بعدين زائد 50. بس يعني نحط ايه اقواس عشان عمليات تبقى بالظبط. اوكي برضو هيقوم بانشاء الايه المتغير اللي هو اللي احنا طلعناه قبل كده وكنا مسمينه ادي تي نفسه ادي الدرجة التائية. يعني انا طبعا عملتهم قبل كده وسميتهم بالعربي لكن وريتكم دلوقتي ازاي بنعملهم. جميل جدا. طيب يعني العملية جدا سهلة وفهمنا ازاي نجيب الدرجة المعيارية، نجيب الدرجة التائية، نجيب البرسنتايل ونشير الى اي قانون تم استخدامه. خلونا قبل ما نمشي ونخلص الدرس دوت نعمل مثال مختلف على ارقام مختلفة. دي 100 رقم على اختبار معين ل100 طالب من الطلاب. طيب وهنبدأ نعمل نفس اللي احنا عملناه. طبعا الارقام مش مترتبة وارقام مختلفة فاحتاج ان انا افحص الداتا قبل ما اعمل اي حاجة، طبعا عن طريق اكسبلور احط الدرجات واحط البلوتس لو انا عايز الهيستوجرام والنورماليتي تيست وكل الاستاتستكس بتاعتي. هنا بيطلع لي طبعا عشان انا لو هحسب الزي تيست والتي تيست احتاج طبعا المين المتوسط 59.36 وال الانحراف المعياري. فين الانحراف المعياري؟ 23.910. وزي ما قلت لكم اصلا انه في هنا خدناه قبل كده انه الزي تيست على طول انت بتحسبه من هنا، بتحسب هنا سيف ستاندرايزد على طول بيطلع معاك ادي الزي تيست اهو طلع على طول. فده ونسميه انه زد زي سكور وممكن نخليه رقمين فقط ويبقى ادي كده الزي. فجبنا زي. وزي ما قلت لكم عايزين نجيب التي اهو من ترانسفورم نفس التي مكتوبه، هنعرف تي نفس القاعده ونقول اوكي على نفس الداتا الجديده. ادي شوفوا في لحظه يبقى جبنا زي جبنا التي. دلوقتي بقى تعالوا نجيب البرسنتايل وهي الاهم من ترانسفورم داون تو رانك كيسز. نحط الديجري بتاعتنا في الفاريبلز والرانك تايب زي ما اخترنا فراكشنال رانك از برسنتج والرانك العادي بتاعي ونقول اوكي ما نختارش اي حاجه تاني. وبيطلع معايا اتنين كولوم جداد اهو ادي الرانك بتاع الديجري والبرسنتايل بتاع الديجري. وممكن زي ما شفنا هنا نخلي برضو اتنين بس ونخليها نفس الرموز اللي في القانون بتاعي بس فقط بي وار. اوكي تمام. طيب نشوف دلوقتي ايه معنى الكلام ده. ده الرانك اللي هو الروتد بتاعت الدرجات وده البرسنتايل. طيب انا عشان افهم الكلام ده اول حاجه اعملها يعني ادي الدرجه المعياريه ادي الدرجه التائيه ادي الرتب الدرجات وادي البرسنتايل المئانيات او الرتب المئانيه. عشان افهم الكلام ده اول حاجه لازم ترتبوا الداتا ترتبوها تنازلي. افضل حاجه رتبوها تنازلي. فلما نرتب من الكبير الى الصغير يبقى اعلى طالب جايب 99 يبقى هنا البرسنتايل 99.5% من الطلاب وهنا البرسنتايل. ليه مش 100%؟ لاحظتوا معايا مش زي المثال البسيط اللي انا كنت حاطه لكم اللي هو من 1 الى 20 كان في 100% كنت بقول انه 100% من الطلاب حصلوا على 20 درجه فاقل. طب ليه هنا ما اقولش 100% من الطلاب حصلوا على 99 درجه فاقل؟ ليه؟ لانه عندي الرتبة دي متكررة لعدد من الطلاب اتنين، فعندي الطالب محمد جايب 99 والطالب أحمد جايب 99، فإحصائيا لما يكون اتنين مشتركين في نفس الرتبة احنا عارفين بنعمل ايه؟ بنجمع الرتبتين ونقسم على اتنين، فطبعا هنا جمع المية زائد التسعة وتسعين يعني اعتبر إن الأولاني رتبته 100 واعتبر التاني رتبته 99، فيبقى 100 زائد 99 199، 199 تقسيم 2 تبقى 99.5 عشان يبقى هما الاتنين واخدين رتبة متساوية. هنا نفس الكلام، هنا في 3 مشتركين في 98، هنا في 2 مشتركين في 97، هنا مثلا مفيش حد مشترك في 96 إلا طالب واحد، فهنا لما أجي أفسر الكلام ده بنفس تفسيرنا الأولاني اللي هو 93% من الطلاب
حصلوا على درجة 96 فأقل. عدد كام؟ 93%. ليه؟ لأنه دول عددهم كام؟ من أول الطالب رقم 8 إلى 100، يعني كام؟ يعني 73 طالب. طب أنتوا لما تقسموا 73 تقسيم 100 بالآلة الحاسبة تطلع كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، 3 و أسفة 100 ناقص 7، عفوا 93. 93 تقسيم 100 تطلع كام؟ 93%. لاحظتم؟ يعني هم السبعة دول اللي يسبقوه، هم دول اللي، لكن من أول هنا لحد تحت كل دول اللي هم نسبتهم 93%. يعني 93% من الطلاب اللي هم كل دول درجتهم عبارة عن كام؟ درجتهم تساوي 96 فأقل. فنفس التفسير هنا، طبعا في 3 طلاب مشتركين في 94، هنا طالب واحد جايب 93، هنا كده وهكذا. فادي البرسنتايل المئنيات، ادي الرانك، ادي التائيه، وادي المعياريه. وزي ما قلت لكم مهم جدا جدا اشير الى القاعده الرياضيه والاحصائيه والتعريف الاحصائي اللي تم استخدامه في حساب البرسنتايل، هل هو الدرجه اقل من الدرجه ام اقل من الدرجه وتساويها. اتمنى تكون الفكره وضحت، والفرق دوت نشير اليه في ابحاثنا ان شاء الله القادمه. وشكرا على استماعكم، اتمنى تكونوا استفدتم. الحقوق الفكريه محفوظه لقناتي التعليميه اسماء المرغني، لا اسمح بنشر نسخ الدروس بتاعتي على اي اسطوانات باي اسعار رمزيه او غير رمزيه، ولكن بالطبع اسمح بنشر الروابط في كل المواقع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.